شفت لكم اليوم وصفة بالإنستغرام عبارة عن سيريلاك الحب طبعا وكاكاو، تخلطهم مع بعض تسوي لك أشكال، ترش شوية زيت وخالصين. صراحة متشوق حق الفكرة، لكن الطعم شنو؟ خلينا نجرب. طبعا أول شيء راح نجيب الكاكاو، ولا كني حطيت وايد، دب الدب طبعا، نوديه على الميكرويف دقيقتين. نطروني ها، لك الريحة نار من غير سيريلاك يا عمي، ودي أكله. أوكي كذي صار حار وذايب معنا مثل ما تشوفون. الحين راح نحط ربع كوب او كوب وربع سيريلاك ونخلط هذا الموضوع كله مع بعض. اوكي كذي تشوفوا يا جماعه هذا القوام المطلوب. الحين راح نجيب قوالب الكيك، طبعا انا افضل السيليكون نفس ما سوى بالفيديو، ولكن شنو عندي قوالب كيك، السيليكون ما عندي، راح نرش عليهم شنو؟ زيت الافوكادو، والحين راح نحطهم بالقوالب بهذه الطريقه. طبعا انا حطيت زيت عشان شنو لا يلصق معنا. الحين عقب ما عبيتهم نسوي له كذي حركه بسيطه خفيفه وراح يصيرون شنو كلهم متساوي مع بعض. الحين هذا الموضوع راح اخليه بالثلاجه ساعه عشان شنو الكاكاو يصق. اوكي كذي بعد ساعه بالثلاجه صاروا جاهزين. حلو، انا شنو استخدمت سكينه وطلعتهم، طلع صدقون عادي مو الا السيليكون، شوفوا طلعوا. الحين راح احطهم داخل نفس ما هي بالوصفه الاصليه هني. الحين راح نحط عليهم سيريلاك وشنو ولد عمي تقليب، وبس صارت كذي جاهزين بهذا الشكل. كذي صارت وصفه جاهزه وجميله ولذيذه، ولكن الان التجربه. بسم الله، نار نار نار، يعني تعدت مرحله اللذاذه.